مرحبا، معكم إبراهيم زوغا من فوفلاي دوت كوم في هذا الدرس الذي سنتعرف فيه على أحد البرامج المميزة في يعني تسجيل أو عفوا تعديل الفيديو وتحريره لهواتف أندرويد. طبعا سابقا أنا قمت بشرح برنامج مماثل لكن لأجهزة الآيفون وهو آي موفي. ثم كان هناك تعليق لأحد المتابعين قال لو سمحت للأندرويد برنامج يعني مثل هذا البرنامج الأندرويد. قمت بتحميل بعض البرامج وتجربتها حتى وجدت برنامج مميز تقريبا يحتوي على نفس يعني الأدوات التي تتوفر في اي موفي الخاص بالآيفون. لذلك سنحاول في هذا الدرس الأول أن نتعرف فقط على أمرين، هو طريقة إضافة الملفات وكيفية دمج الصور والفيديو مع الموسيقى، قبل أن نعود بتفاصيل الشرح الكثير من مميزات البرنامج مثل المؤثرات وحذف خلفية فيديو إلى غير ذلك. فدعونا الآن نقوم ب يعني فتح البرنامج على جهاز الأندرويد، فسأقوم بفتحه من هنا. هنا بطبيعة الحال عند فتح البرنامج تظهر هذه الشاشة، لديكم رمز زائد في الوسط النقر لإنشاء فيلم جديد أو خلق هنا في الآلة لبدء عمل جديد، فسنقر على رمز زائد ثم سيدخل لي الجوال ليطلب منك إذا كنت تريد اختيار الملفات. طبعا أول شيء يدخل إليه هو الفيديوهات، ثم لديك الصور هنا، ثم لديك الألبوم هنا إذا كنت تريد يعني مشاهدة ألبومات أخرى. ف لديك هنا بالنسبة للفيديو سنحاول أن نضيف هذا الفيديو. عندما تحاول إضافة فيديو يطلب منك إذا كنت تريد إضافة الفيديو كاملا، مثلا هذا الفيديو فيه 12 دقيقة، أم تريد إضافة جزء منه فقط. فسنحاول أن نحدد جزء من الفيديو فقط مثلا دقيقة، ثم سأنقر على إضافة. طبعا الفيديو سيتم تحويل الشفرة لكي يعمل مع البرنامج. عندما يتم الانتهاء من تحويل الشفرة سيتم إضافة الفيديو لواجهة البرنامج للعمل عليه، فسننتظر قليلا بطبيعة الحال. بالنسبة لمن يريد تحميل هذا البرنامج سأحاول أن أضع لكم رابط الوصف عفوا رابط التحميل في وصف الفيديو لمن يشاهد هذا الدرس على موقع يوتيوب. فكما تشاهدون الآن يتم تحويل شفرة الفيديو قبل أن يتم إضافته للبرنامج. فالآن تمت إضافة الفيديو هنا في الأسفل لائحة الملفات التي نريد أن نعمل عليها. سنحاول أن نضيف مجموعة من الصور، ففي الأعلى هنا سأنقر على الصور وسنحاول أن نضيف صورتين أو ثلاثة يعني فقط لتجربة، يعني تنقر على الصور التي تريدها. إذا كنت تريد حذف الصورة التي تريد إضافتها قم بالنقر على رمز الحذف الصغير هنا وسيتم حذف الصورة. فسنقر الآن على التالي وسيتم استيراد المقاطع كما تشاهدون بحيث تمت إضافتها للبرنامج. كما تشاهدون تمت إضافة الصور، فيمكن الآن أن نقوم بتشغيل الفيديو حتى تسريعه. الصور موجودة هنا. ثم يمكنكم أن تضيفوا كذلك الموسيقى، فيمكنك أن تنقر هنا على اضغط لإضافة الموسيقى مشاهدون، أو في الأسفل هنا لدينا رمز الموسيقى في الأسفل هنا سننقر عليه وسيتم فتح هذه النافذة. فلديك الخيار تحميل هذه المقاطع الموسيقية الموجودة في البرنامج أصلا، لديكم السهم هنا لتحميلها، أو يمكنك يعني هنا تحملت إذا كنت قمت بتحميل يعني مقاطع مسبقا، أو يمكنك الدخول لموسيقاك الخاص أنت يعني المقاطع الموسيقية الموجودة على جوالك. مثلا سأضيف هذه الموسيقى مرة أخرى إذا كنت تريد إضافة المقطع كاملا أو يعني جزء من المقطع فقط، فسأنقر على إضافة هنا مشاهدون يعني إضافة، ثم سيتم إضافة يعني الموسيقى للفيديو. طبعا هنا ستلاحظون أنه تمت إضافة يعني المقطع الموسيقي بجانب الفيديو والصور.
الآن هنا بطبيعة الحال البرنامج يطلب مني أن أبدأ عمل جديد، سأنقر على رمز زائد لبدء عمل جديد، ثم سأبحث عن الصور التي أريد استعمالها يعني لإنشاء الفيديو. سأذهب للصور وسأحاول أن أحدد الصور التي أريدها، طبعا سأحدد هذه الصور التي سنعمل بها كتجربة وهي صور الحيوانات. تقريبا لدينا هنا يعني 6 صور، ثم سأنقر على التالي. فكما تلاحظون هنا تمت إضافة الصور للفيديو ومدته هو 18 ثانية. فيمكنكم بطبيعة الحال الضغط على أي صورة. سأنقر مثلا على الصورة الأولى هنا، وسأحاول يعني مدة الصورة هنا كما تلاحظون هو 3 ثواني. فيمكن أن أنقر على يعني النهاية من اليمين، ثم أقوم بالسحب لأجعل مدة الصورة أطول كما تشاهدون هنا هذا الشكل. الآن أصبحت تقريبا، سنحاول أن نضع 10 ثواني، أو حتى يعني أعتقد 5 هو وقت جيد، 5 ثواني. ثم سنحدد الثانية نفس الشيء، 5 ثواني. ثم الصورة الثالثة كذلك سنحاول أن نقوم بتمديدها ل5 ثواني. ثم الصورة الثالثة 5 ثواني كذلك. فيمكنكم عمل نفس الشيء لبقية الصور. لدينا صورتين هنا سأتركهما في 3 ثواني. الآن لو قمنا بتشغيل الفيديو ستلاحظون هنا، ثم يمر للصورة الثانية. إذن يجب كذلك أن نضيف بعض التنقلات. سننقر هنا، لو لاحظتم هناك مربع بين الصورة الأولى والثانية، هذا المربع هو التنقلات. لو نقرت عليه هنا ستظهر نافذة التنقلات التي يمكن استخدامها للمرور من صورة لصورة كما تشاهدون. طبعا هناك الكثير والكثير من الخيارات، دعونا نختار. لدينا شكل مميز هنا هذا الشكل. أوكي، سأنقر على دان لنشاهد الأولى. كما تشاهدون تمت إضافته للأولى. إذا بالنسبة للصورة الثانية سنحاول أن نضيف يعني شكل آخر هنا. يجب أن تنقر على المربع بالضبط يعني الدخول للمؤثرات. فدعونا نضيف يعني هذا الشكل. تم الصورة هنا، سنقر مرة أخرى. يجب أن تنقر على المربع يعني الصغير كما قلت، وسنضيف هذا التأثير. طبعا هو تتحكم في المدة، يعني مدة التأثير، يعني يمكنك أن تتحكم في مدة التأثير من هنا، يعني المدة التي يعني مدة طول التأثير. فكلما كانت مدة أقل كلما كان التأثير أسرع، كلما كانت أكبر كلما كان التأثير أبطأ. دعونا الآن نشاهد يعني الفيديو. إذا كما تشاهدون هذا هو الفيديو. الآن سنضيف بعض الموسيقى، فسأذهب للموسيقى هنا. لدينا يعني وهنا بطبيعة الحال يعني مجموعة من المقاطع الموسيقية التي يمكنك تحملها على البرنامج. أنا قمت بقطع الواي فاي لذلك لا تظهر هنا. ستظهر لكم لائحة من المقاطع الموسيقية التي يمكنكم استعمالها. هنا تظهر المقاطع التي قمت بتحملها إذا قمت بتحملها. ثم موسيقاي، يمكنك أن تختار يعني من الموسيقى الموجودة لديك في يعني الموجودة لديك في الجوال الخاص بك. دعونا نستعمل هذا المقطع، وسنقر على إضافة، وسيتم إضافة الموسيقى. لو لاحظتم يعني الكيرسر أو هذا الخط كان موجود هنا، لذلك الموسيقى لن تبدأ في الأول ولكن من هنا. فسأقوم بالنقر على يعني هذا الجزء هنا يعني المقدمة، وسأسحبه للبداية بهذا الشكل. طبعا يجب أن أقوم بتحديدها أولا. فكما تشاهدون سأنقر بشكل مطول ثم أقوم بالسحب
بحيث تصبح الموسيقى في بداية الفيديو. بعد أن تنتهي بطبيعة الحال من الإعدادات الخاصة بالصور والموسيقى إلى غير ذلك، يمكنك في النهاية أن تقوم بحفظ يعني الفيديو الخاص بك. فقط لا تنسوا أنه يمكنك إضافة مجموعة من المؤثرات للصور، فلو دخلنا على هذه الصورة هنا وذهبنا للفلاتر يمكن أن نضيف مؤثرات أخرى إذا كنت تريد يعني الصورة بأشكال أخرى. أما إذا كنت تريد إضافة يعني مثلا لو نقرنا هنا ستظهر مجموعة من المؤثرات على الصورة، بحيث سيتم تغيير الألوان والأشكال إلى غير ذلك. وإذا كنت لا تريد أي شيء تنقر على الأصلي هنا. على أي هذه هي طريقة يعني دمج الصور. فبطبيعة الحال لم أحدد الصورة التي أريدها، هذه هي الصورة ثم الفلاتر. كما تشاهدون يتم تغيير يعني الألوان الخاصة بالصورة، يمكنك حتى أن تضع يعني الأسود والأبيض إلى غير ذلك، أو تنقرون على يعني الأصلي فقط بدون إضافة مؤثرات. علين، هذه هي طريقة إضافة الصور والفيديو ودمجها باستعمال برنامج فيفاكات. أتمنى أن يكون الدرس واضح. الآن بطبيعة الحال تنقرون على تصدير وتختارون الجودة التي تريدونها، لدينا 84 أو 27 1080 بطبيعة الحال للنسخة الغير مجانية، سنقر على 720 وسيتم تصدير الفيلم كما تشاهدون هنا للجوال الخاص بكم. بعد ذلك يمكنكم مشاركته على يوتيوب، على فيسبوك، على تويتر أو انستغرام إلى غير ذلك من الشبكات الاجتماعية. فتم تصدير الفيديو وسنشاهده هنا كما تشاهدون. دعونا أن أولا نقوم بتشغيل الواي فاي لأننا سنحتاج لي يعني قد نحتاج تحميل بعض مقاطع الصوت من البرنامج. ثم سنذهب بطبيعة الحال لفتح يعني البرنامج، سنقر على فيفاكات هنا، ثم سنحاول أن نبدأ يعني عمل جديد، سنقر عليه من هنا. فالآن يطلب مني أن أختار الملفات، فسنحاول أن نضيف فقط يعني بعض الصور كمثال. سنحاول أن نختار بعض الصور هنا، صورتين أو اثنين، ثم سنقر على التالي. إذا تمت إضافة يعني الصور لواجهة العمل، ثم سنقر على رمز الموسيقى هنا في الأسفل لإضافة المقاطع الصوتية. فبالنسبة للمقاطع الصوتية هناك يعني طريقتين لإضافتها، لديكم هذه المقاطع الموجودة هنا فيمكنكم أن تضيفوها هنا كما تشاهدون، لديكم يعني عدة أنواع. فسنحاول مثلا سايد وولك، دعونا نقوم بتحميل هذا المقطع الثاني هنا. فالآن سيتم تحميل المقطع الموسيقي، بعد ذلك يمكنك إضافته ل يعني إضافته ل يعني العمل الذي تقوم به. فأي يعني مقطع صوتي تقوم بتحميله سيظهر هنا في تحملت أو تم تحميلها، فيمكنك أن تنقر بعد ذلك هنا ثم تختار. هنا بطبيعة الحال يعني لديك خيار إضافة المقطع كاملا أو جزء منه فقط بالنقر هذه الأسهم الموجودة هنا، بحيث سيتم إضافة من 41 ثانية لدقيقة و44، ويمكنك إضافة المقطع كاملا. وبعد ذلك ستنقر على إضافة وسيتم إضافة المقطع الصوتي للفيديو الخاص بك بهذا الشكل. فبطبيعة الحال يمكنك أن تقوم بتشغيله. بعد إضافة الصوت يمكنك حذفه بالنقر على حذف، ويمكنك إضافة يعني الفيد إن والفيد أوت. الفيد إن والفيد أوت هي أن الصوت يبدأ منخفض ثم يبدأ في الارتفاع،
والفيد اوت الصوت يكون مرتفع ثم يبدا في الانخفاض. طبعا هنا لو اضفنا يعني الصوت هنا، لو اضفنا الفيد ان هنا، طبعا في البدايه هنا تلاشي للداخل تمت اضافته، ثم هنا كذلك. فالان بالنسبه للصوت سيبدا منخفض وسينتهي، يعني سيبدا منخفض ويبدا في الارتفاع، لكن تشاهدوا في النهايه هنا، لاحظوا في النهايه تلاحظون في النهاية أن الصوت كان مرتفع ثم بدأ في الانخفاض. ثم لدينا هذه العلامة، إذا كنت تريد وضع علامة هنا كما تشاهدون يمكنك أن تضع علامة ربما لمؤثر صوتي إلى غير ذلك. فسنحاول أن يعني نعود ل يعني طريقة استعمال العلامات على هذا البرنامج. عندما تؤثر يعني تضيف المؤثرات الصوتية الصغيرة جدا، يجب أن تحدد المكان المناسب لهذه المؤثرات. طبعا هنا تحدد العلامة ثم تقوم بحذفها إذا كنت تريد بهذا الشكل. ثم لدينا هنا مستوى الصوت بطبيعة الحال، فيمكنك أن تتحكم في مستوى الصوت، يمكنك حتى أن تقوم بحذف الصوت من الفيديو إلى غير ذلك. طبعا سأريكم أولا يعني الفيديو الذي سنعمل عليه. هذا الفيديو قمت بتصويره بالجوال ووضعت يعني ثوب أزرق في الخلفية، هذا هو الفيديو. هذا هو الفيديو الذي سنعمله كما تشاهدون، فالخلفية زرقاء. فدعونا الآن نذهب للبرنامج لنرى كيف يتعمل يعني طريقة عمل الكروما كي. فسأفتح البرنامج، ثم سأبدأ عمل جديد، وهنا الملف الأول الذي سأقوم باختياره هو الخلفية، ماذا أريد أن أضع في الخلفية. دعونا نجرب أن نضع يعني أولا صورة في الخلفية، صورة فقط، هذه الصورة مثلا، ثم سأنقر على التالي. فكما تلاحظون هنا تم وضع صورة في الخلفية. سأحاول الآن أن أقوم بإضافة فيديو فوق هذه الصورة ثم حذف يعني الخلفية الزرقاء. فسأنقر على غطاء، يعني سأنقر على غطاء، وهنا سأختار يعني الفيديو أو الصورة أو ما أريد أن أستعمله كغطاء للصورة الأولى. سأختار الفيديو ثم إضافة. ستلاحظون الآن أنه تمت إضافة الفيديو فوق الصورة كما تشاهدون، يعني الفيديو يقوم بالتغطية على الصورة. فسأحاول أولا يعني أن أضع الفيديو بشكل كامل فوق الصورة، يعني أنقر عليه ثم أبدأ بتحريكه. ثم دعونا أولا نقوم بتكبيره. فالآن لو قمنا بتشغيل الفيديو، فالآن الفيديو موجود فوق يعني الخلفية التي أضفناها هنا. والآن سنحاول أن نقوم بالتخلص من الكروماكي. طبعا سأقوم بوضع الفيديو هنا لأنني لا أريد أن أقوم بحذف يعني الشخص أو يعني الشخص الموجود في الصورة هنا. فسأنقر على الكروما هنا كما تشاهدون في الأسفل، يعني الكروما الرئيسية سأنقر عليها. بعد أن أقوم بطبيعة الحال بتحديد هذا الملف ثم سأنقر على الكروما، وهذا اللون يطلب مني أن أحدد اللون الذي أريد أن أقوم بحذفه كما تشاهدون هنا، يعني بتحديد اللون الذي أريد أن أقوم بحذفه. فسأختار اللون الأزرق بطبيعة الحال كما تشاهدون هنا.
الآن لو قمنا بتشغيل يعني الفيديو، ستلاحظون أن الفيديو الآن أصبح ذو خلفية سوداء لأنها أصبحت شفافة. فالآن سأضغط على الصورة في الأسفل، هذه الصورة الموجودة في الأسفل، ثم سأحاول تمديدها حتى تكون. دعونا أولا نقوم بأريكم يعني بعض الحيل، يمكنكم تصغير يعني عرض أو فضاء العمل لتظهر جميع الملفات بالنقر بأصبعين سواء من الأعلى أو من الجانبين. فستقومون بالسحب بهذا الشكل كما تشاهدون حتى يظهر يعني الملف كاملا. فالآن سأقوم بالنقر على يعني الجزء الأخير من الصورة، ثم سأسحب لكي تصبح الصورة في الفيديو كاملة. فالآن هنا يمكن أن نبدأ تشغيل الفيديو كما تشاهدون. فكما تشاهدون هذه هي طريقة حذف خلفية فيديو باستعمال فقط يعني برنامج فيفا كات لأجهزة الأندرويد. أتمنى أن يكون الدرس واضح. هناك دروس قادمة نشرح فيها المزيد حول هذا البرنامج، فلتحميل البرنامج هناك رابط في وصف الفيديو، وللمزيد من الدروس يمكنكم دائما زيارة fulfullai.com.